هذه المقاومة، هل سألت الجيش قبل ما تروح تعمل عملياتها أو قبل ما تفتح حروب؟ طب هيدا سلاح ما كان عملياً خطر على اللبنانيين، ويجب أن نسخر كل القوى لاستخراج الرئاسة من فم التنين الإيراني. مساء الخير مشاهدي الفضائي سوريو تي في ومستمعين عبر راديو سوريو اف ام ومتابعي صفحة سوريو تي في لبنان. نحن وياكم مع ضيفنا لليلة الباحث والمحلل السياسي والكاتب الأستاذ بشارة خير الله. أهلا بكم وشكرا على استضافتنا دايما. بيت بيتك استاذ رانيا، اليوم وبكرة ومبارح وأول مبارح. تسلم استاذ بشارة، دايما ضمن معطياتك وضمن قراءتك للأحداث السياسية رح أبدأ معك بهذه الحرب يلي استجدت على لبنان، وكلنا منعرف يعني تاريخيا من 40 سنة منذ تأسيس حزب الله في لبنان، وكأن هناك تغير ليس فقط على الصعيد الديموغرافي والجغرافي والتاريخي، ولكن على تغيير صورة لبنان وهويته، وتحديدا من 24 سنة. فكيف إذا منرجع منقول بعد اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري وكأنه تبدل المشهد الداخلي في لبنان، كيف تقرأ هذه الأحداث؟ يعني خلينا نرجع إذا بدك ما نرجع كثير، نرجع للعام 2000. بال2000 لما انسحب الإسرائيلي من الجنوب تقريبا كان في 95%، عم بقول تقريبا، شي 95% من الشعب اللبناني يصفق لحزب الله، علما انه كان التقرير بتقول انه الإسرائيلي رايد يفل، وفي كتير بيقولوا ليس تحت ضربات المقاومة، لانه حزب الله بيقول تحت ضربات المقاومة اضطر ينسحب. في تقارير تانية بتقول لا هو كان بده ينسحب بس وكان في ضربات. بريف، وبمعزل عن كل هاو، كان 90 أو 95% من الشعب اللبناني يعتبر حزب الله مقاومة دحرت العدو. شو صار من وقتها لليوم؟ شو عمل حزب الله ليحافظ على صورته أمام الرأي العام اللبناني، أمام شريكه بالوطن؟ هل احترم اتفاق الطائف وراح على تطبيقه؟ كلا. هل احترم القرارات الدولية وراح على تطبيقها؟ كلا. هل احترم المحكمة الدولية يلي حكمت انه في 4 عناصر من عنده تم تسمي تنظيم او تم تسمي دولة، لانه قانون المحكمة وقانون انشائها يمنع عليها تسمية الدول بناء على الفيتو الروسي؟ لو كانت بدها تسمي دول روسية ما كانت قبلانة، قالوا بتسمي افراد. طيب المحكمة سمت 4، هل حزب الله احترم قرار المحكمة الدولية وسلم المطلوبين عنده المتهمين والمدانين بعدين باغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ كلا. شو عمل حزب الله شيء يخلي اللبنانيين يوقفوا حده تا يعني يكونوا سند لإله وعدد لإله لما يكون في مشكل بالبلد؟ قرار الحرب والسلم ما بيقدر لا حزب الله ولا أي فريق آخر يتفرد فيه. قرار الحرب والسلم يعود حصرا للدولة اللبنانية. هل احترم هذه الرغبة؟ كلا. نرجع منروح على البيانات الوزارية يلي حزب الله كان يعتد فيها انه قالت جيش وشعب ومقاومة. طب بدي سلم جدلا، انا علما انه انا ما بوافق على مثل هذه البيانات، لكن خلينا نسلم جدلا، اذا كان جيش وشعب ومقاومة، هذه المقاومة وحط بين هلالين انه هي مانا مقاومة، هذه المقاومة هل سألت الجيش قبل ما تروح تعمل عملياتها او قبل ما تفتح حروب؟ على كل شو امكانياتك تتوقف حدي؟ على كل حال كانت صريحه بالاستفراد في الرأي. هل سألت الشعب؟ الشعب هون مش الناس، يعني الشعب يعني هو مصدر السلطات، يعني السلطات المجلس النيابي، يعني الشعب هو مجلس نيابي، مجلس نيابي يمثل الشعب، والجيش هو الجيش، جيش وشعب ومقاومه يعني عمليا حزب الله ومجلس نيابي والجيش اللبناني. هل سئل الجيش اللبناني؟ خلينا نسأل نشوف حكما لا. هل سئل المجلس النيابي إذا فينا نفوت بحرب؟ لا. هل سئلت السلطات الدستورية الأخرى مثلا مجلس وزراء؟ هل سئل عن رأيه أنه إذا حزب الله قرر يعمل حرب قادر أنت تلبي تعمل لي مستشفى وتعمل لي ملجأ وتعمل؟ لا. طب هل هو كان عامل بنى تحتية كفيلة بعدم تهجير أهله وناسه؟ لا. طب لما اجت الحكومة بال2004 قالت له تعال نطبق ال 1559،
دغري طبقوا الجزء الأول منه بعد اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقالوا الجزء الثاني ما بدنا نطبقه، ليه؟ لأنه بيحكي عن نزع السلاح. وبعدنا مكملين بالمشروع الشهر. لليوم طيب 2006 راح على حرب، 2008 راح على حرب، ضل في شيء ما انعمل يعني حرب، يعني عم بحكي هون 7 أيار يعني راح اجتاح بيروت، 2006 راح افتتح حرب داخلية، افتتح حرب مع إسرائيل، وبال 2008 عمل حرب في الداخل اللبناني. طيب عندما قرر الجيش مداهمة المخيمات على أثر يعني نهر البارد، قيل له من قبل حزب الله لا، ودخول المخيم خط أحمر. فإذا شو عمل حزب الله بهال من 2000 لل 2024 هاول 24 سنة اللي مرقوا، شو عمل حزب الله شيء يخلي اللبنانيين يقفوا إلى جانبه بكل اللي عم يعمل؟ يعني حتى عمل لوحده. هل النتائج هي كما تشتهي سفن حزب الله؟ حكما لا. هل استطاع رمي إسرائيل بالبحر؟ لا. هل استطاعت إيران تدمير إسرائيل بكبسة زر؟ لا. هل استطاع حماية شعبه من التهجير والتشرد؟ لا. اليوم الشعب على إيقاع مين ماشي؟ هذه الشعب اللبناني كله، ما بدنا نقول لا شيعة ولا سنة ولا دروز ولا كل اللبنانيين على إيقاع مين ماشي؟ على إيقاع مين ماشي؟ وقت اللي كان السيد حسن نصر الله الله يرحمه يقول انظروا إلى هذه الباخرة تحترق، طيب اليوم نحن هيك؟ لا. اليوم الناس بينطروا في خاي أدرعي، ظهروا من بيوتكم بيظهروا، فلوا من هون بفلوا، روحوا هو عم يحدد لهم. يعني البوصلة كيف منتجها؟ المود دو في والخريطة، خريطة الانتشار عم بحددها ضابط بالجيش الإسرائيلي، بيطلع بيقول ليلي بدنا نضرب القرد الحسن، تفضى بارح من يومين. شفتي انت شو صار هذا الكارد شفتي الهلع النزوح. والزعر والنزوح. يعني هل يعقل انه تصير هالعظمه كلها اللي وعدنا فيها حزب الله بالاخر؟ يعني ضابط بالجيش اللبناني يحدد مسار شعب بكامله، وين بيقعد وين ما بيقعد، وين بيمرق وين ما بيمرق، وين بينام وين بيخفى. لذلك هيدا مش له انتصار وله صمود. دليل شو استاذ بشاره؟ دليل نعم. عن جهية، دليل عدم قراءة واقعية للأحداث، عدم قبول رأي الآخر عندما كان هذا الآخر يقول لحزب الله أنت شريكي بالوطن وتعتني ابني دولة أنا وياك. نزال عن شجرة التكبر، وتعال نرجع لتحت سقف الدستور تنحمي هذا البلد سوا. إذا عندك قدرات تعال حتى إلى جانب تحت سقف الدستور، تحت أمرة الجيش اللبناني، تعال ننتخب رئيس للجمهورية، تعال نألف حكومة، تعال ما يكون عندنا تثبيت للوزارات بداخل الحكومات كأنها جاتويات، تعال نعمل مداورة، تعال نعمل انتخابات حقيقية مش انتخابات صورية بمناطق مطرح ما أنت بتملك سلاح تمنع على غير المحاذبين أو غير مؤيدين لألك يترشحوا. هل عمل شيء؟ يعني عم بعمل لك كل هالتسلسل تقول هل فعل أي شيء حتى شريكه بالوطن يكون راضي على أدائه؟ أنا بقول قطعاً لا وبكل راحة ضمير. نعم. طيب إجت الحرب، لحظة بالإذن منك، إجت الحرب هلأ وهيدي الناس تهجرت وتشردت هل الشريك الآخر بالوطن الذي يعاني ما يعانيه من صلبت حزب الله طيلة أعوام، هل حاسبوا على هيدا الشيء أو إجا قال له أهلك أهلنا وناسك ناسنا وجماعتك جماعتنا، بيوتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وشرف؟ يعني هل حدا بادله بهيدي الضغينية اللي كان عم يتعامل فيها مع الناس؟ هذا الاستعلاء، هذا الاستكبار، حكما لا. بتشوفي انت كل خصومه بالسياسي فتحوا بيوتهم للناس وفتحوا مطابخهم الكبيرة للمطابخ الجماعية لخدمة هذا الشعب النازح اللي مغلوب على أمره. لذلك أنا بقول الشعب اللبناني إذا في درس من هالحرب بيقول إنه هيدا الشعب اللبناني ما بيكره بعضه. يمكن في نكيات، في خلافات سياسية، في اختلافات بوجهة النظر، في اختلافات على كيفية إدارة البلاد. في فريق بده الدستور يعلو ولا يعلى عليه، العلم اللبناني يعلو ولا يعلى عليه، الأرز اللبنانية، الجغرافيا اللبنانية تكون محترمة، سيدي حرة مستقلة على كامل التراب الوطني. وفي فريق آخر عم بيقول لا، نحن ولاية الفقيه، لا بنعترف بجمهورية، هيدي مزرعة نستفيد منها بقرة حلوب ناخد منها حصص، لكن نحن عنا جيشنا وعنا قائد جيشنا وعنا مؤسساتنا وعنا كارت حسننا وعنا ما بعرف شو. كل هالخبار شو تبين؟ شو النتيجة بالآخر؟ تبين من كل هالأمثولة إنه كل العنتريات يلي عملها حزب الله
انكبت بالبحر وسقطت بالبحر، وتبين انه الشعب اللبناني بمعزل عن هذا الاختلاف السياسي الكبير والاختلاف الثقافي الكبير والاختلاف العقائدي الكبير والاختلاف الايديولوجي الكبير مع حزب الله، تبين انه الناس بيحبوا الناس. هيدي احلى درس انا شفته وعجبني من كل اللي صار. يعني تفضلت وشرحت هذا الموضوع أستاذ بشارة بتفصيل. إذا منرجع إلى القرارات الدولية، يعني كنت من أشد المطالبين بال 15-59 بال 16-80 وبعدك طبعاً و 17-01، وكنت أيضاً من أبرز المشاركين في يعني الاجتماعات الدورية، إن كان مع الجبهة السيادية أو مع يعني حزب القوات اللبنانية كمعارضة لتطبيق هذه القرارات الدولية. اليوم شو حصل برأيك؟ ليش الرئيس ميقاتي يعني فوجئ أو صدم بما يعني صدر عن لسان رئيس البرلمان الإيراني أيضا، وما صدر أو نجم عن حزب الله بتطبيق القرار 17-01 قبل ما الدولة اللبنانية تعرف بهذا القرار؟ أولا هذه إن كانت صدمة بالنسبة لدولة الرئيس ميقاتي هي صدمة إيجابية، وأنا برأيي كان يجب أن يصدم من سنوات خلت مش هلا يعني، بس لكن يعني ان تاتي الصدمه متاخره خير من ان لا تاتي ابدا. ميوفو تارك جامي. حسنا فعل دوله الرئيس ميقاتي عندما يعني خبط يده على الطاوله مثل ما بيقولوا، وقال له للايراني ايدك عن لبنان ووقف عندك عن طريقه القوات، بركي انه خلص بكفي هالقد. يعني في مطرح ما بقى ينحمل السكوت عن هذا التجاوز، عن هذه الغطرسة، عن اعتبار لبنان وكأن ساحة مستباحة للإيراني، يعتبرها ساحة بديلة عن ساحة الحرب عنده. شو عم يعمل الإيراني اليوم؟ الإيراني اليوم عم يستعمل الساحة اللبنانية بدلاً من تحول البارود الإسرائيلية على الساحة الإيرانية. هيدا اللي عم يعمله الإيراني اليوم في انتظار ماذا؟ في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بقول لك أكثر، أنا بعتبر اليوم الانتخابات بالنسبة للإيراني ليست انتخابات أمريكية أمريكية، أنا بعتبرها انتخابات أمريكية إيرانية. يعني هو معتبر حاله جزء من الانتخابات، لو ما كان هو كإيراني ناخب، لكن يعتبر نفسه أنه عنده ناس ممكن يساعدوا مرشحته للانتخابات الرئاسية اللي هي المرشحة الديمقراطية. الإيراني اليوم يراهن على تجديد ولاية باراك أوباما التي كانت عند باراك أوباما وصارت عند باراك أوباما 2 مع جو بايدن، واليوم يراهن على باراك أوباما 3 بقيادة كاملا هاريس. ترامب هو الكابوس بالنسبة لهم، ترامب هو الكابوس بالنسبة للإيرانيين. لذلك أنا بتقديري يجب أن يربح ترامب، لأنه إذا ربحت كاملا هاريس الإيراني معتبر هو ربحان الانتخابات ورح يتعاطى مع الناس على هذا الأساس. يعني بنرجع مثل قصة تبرئ الزيت يلي دايما لبنان هو هذا المحور، هو هذا يعني البلد يلي الكل متواطئ عليه. يعني كمان إلى جانب ما حصل، شفنا الضربات الموجعة للقرض الحسن لعدد من فروعه بلبنان. هذه الضربة لمحاسبة حزب الله ماليا وشله اقتصاديا ماذا تعني أيضا برأيك؟ هذه كانت ضربة لكل اللبنانيين لو كان حزب الله منخرط في القرار اللبناني وتحت سقف الدستور اللبناني. اليوم صارت تصنف ضربة لحزب الله، لأن حزب الله فاصل حاله عن اللبنانيين بكل شيء. كان يقول أكلنا وشربنا ومالنا وسلاحنا ومازوتنا ودوانا وكل شيء من إيران، إذن هو اختار لنفسه أن يضرب، واللبناني الآخر يعتبر حاله محيد أو على الأقل غير معني بما يحصل. هيدا إذا بدك عملياً لو كنا بدولة حقيقية ما كانت الآلة الإسرائيلية تتجرأ على ضرب يعني مكون في لبنان دون سواه بهذا الشكل. هو اختار لنفسه هذا المصير. يا ما نبهنا ويا ما نصحنا، إذا بتعود إلى للبيانات كل المعارضة على اختلاف يعني أحجامه وأوزانه وتنوعه المذهبي والمناطقي والديني وكل شيء. شوف المعارضة شو كانت عم تقول له حزب الله، ما حدا قال له نحل الكحل بعينك، كانوا عم بيقولوا له شرف على الدولة، شرف على الدستور، شرف على القرارات الدولية، شرف تنقعد نحن وياك على طاولة متساويين. ما فيك أنت تشيل فردك تحطه على الطاولة وتقول لي نحن بدنا نتفق. عشو بك تتفق ما أنت حاطت بندقيتك بوجي؟ ولما انا جيت قلت لك لا بدي الدوله
عملت 7 عيار. فإذا أنت تجاربك معي سيئة، تجاربك معي مخيفة مرعبة. إذا على قرار صغير عملت 7 عيار واغتصبت بيروت وقتلت أهلها وناسها، طيب هيدا سلاح اللي عم يبين يوميا رانيا، هيدا سلاح اللي عم تضربه إسرائيل. كل ما الإسرائيلي بده يعمل غارة بيقول دمرنا مخزن، دمرنا، ما عم يخلصوا المخازن. طيب هيدا سلاح ما كان عمليا خطر على اللبنانيين وقت بيقول نحن بنستعمل سلاحنا بالخارج ما بنستعمله بالداخل؟ هيدي مش مزبوطة، لأنه كان يقولوا لنا تأدبوا، كان يقولوا لنا اسكتوا، كان يقولوا لنا عنا 100,000 مقاتل، كان يقولوا عنا، يعني ما حدا كان مستوعب كمية هذه الكميات من السلاح بكل ضيعة، بكل حي، بكل شارع، بكل تحت كل بناية. طب شو تغير؟ فإذا الخطر الأكبر على اللبنانيين. هذا لا يعني أنه اللبناني مبسوط بإسرائيل عم تضرب حزب الله، بس هذا يعني أنه اللبناني عم بيشوف شو كان ناطره. هذه المستودعات الأسلحة لو توجهت للداخل شو كان بيقدر يعمل اللبناني وشو كان رح يكون مصيره؟ إذا بالغلط انفجر مستودع أسلحة هلأ مساقبة عم بفجروا المستودعات والناس خارج البقع الجغرافية ما عم يتأذى كتير ناس، بس أنا عم بتخيل بالغلط انفجر مستودع أسلحة والناس قاعدة هيك بسكينة عايشة حياتها الطبيعية وبرج بيروح 500 ضحية من جراء تفجير مثل هيدا. نحن كنا يعني أو حتى اللحظة ما زلنا نعيش على فوهة قنبلة ما بتعرفي أمتين بتنفجر، يعني يا محلى النووي قدامها المستودعات المنتشرة بكل الأحياء اللبنانية. شيء مرعب. برأيك شو تغير بين 2006 هذه الحرب وبين حرب 2024، لسيما وأنه اليوم يعني كأنه الأموال صارت كلها تجاه فتح أنفاق تحت الأرض، تسلح أكثر، وليش بين السكان؟ هل 2006 بال 2006 الإسرائيلي انخطف له جنديين، عمل عملية محدودة بالزمان والمكان، دمر جسور، قطع أوصال، ارتكب مجازر بالمدنيين خارج إطار حزب الله، ضرب جسور من المعملتين للمديرج، لا 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 لا، يعني ارتكب اشياء فظيعة، عمل علي نقمة عارمة من كل اللبنانيين، وكل اللبنانيين اصطفوا وقت ذاك الى جانب حزب الله، علما من انه كان الجواب لو كنت اعلم، يعني لا حتى لو قال لو كنت اعلم كانوا اللبنانيين حدوا وكانوا العرب حدوا. ما ننسى نحن كانت الدول حدوا. نهار اللي وقف اطلاق النار اجت قطر أعلنت عن استعداد أعمار جنوب، وأول خطاب انعمل كان عنوانه شكراً قطر، شكراً للمملكة العربية السعودية. اليوم وين النهاية؟ ولاي، لأنه من 2006 لهلأ أول شيء الإسرائيلي تعلم أنه وقت اللي صدر 17/1 صدر تحت النار. الحكومة اللبنانية هي من استصدرت 17/1 بناء على طلب حزب الله. يعني 33 يوم لو ما صدر القرار وصلنا على اليوم 40، أنا برأيي كان تغير كتير أشياء، لأنه كل المعلومات وكل التقارير كانت تقول حزب الله كان على يعني على مشارف نهاية مخزون. صدر 17/1 لصالح حزب الله، اعتبر الإسرائيلي حاله مغبون بهذا القرار. يعني 17/1 كما صدر هو طلع لصالح لبنان ولصالح حزب الله في لبنان. القرار 17/1 اعتبر حاله الإسرائيلي مغبون. اليوم شو تغير؟ شو تعلم الإسرائيلي؟ شو عمل حزب الله؟ كان العالم العربي معه، راح يقاتل بسوريا وباليمن وبالعراق وخلية العبدلي بالأردن وبدول أوروبية وخلية سامي شهاب بمصر وبأمريكا اللاتينية، ما خلى شيء ما يعمله. طيب هجوم على المملكة العربية السعودية وعلى كل الدول العربية، هاي اللي كانت وقفة حده بال 2006. تصدير كابتاغون وخلايا كابتاغون من هون على خرب علاقات لبنان بكل هيدي الدول. بالداخل عمل 7 عيار. طب شو بقاله من هيدي البيئة الحاضنة العربية الإسلامية؟ البحر الإسلامي السني العربي كان معه وغالبية اللبنانيين كانوا معه. من 2006 لهلأ هو كلهم اتغيروا، على الأقل هلأ مش واقفين ضده، بركة ما عم بيساعدوا الإسرائيلي ضده، لكن هني مش معه، يعني عم يتفرجوا أو حيدوا حالهم على المعركة إنه هيدا عدونا وهيدا خصنا بالداخل، نحن ما خصنا، نحن حذرنا، نحن نبهنا، ما قلنا خص. هيدا اللي تغير. ايضا تغير كيفيه التعاطي الاسرائيلي مع 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 يعني صار الاسرائيلي اليوم بهيدي الحرب، صحيح في اي
يعني الذكاء اصطناعي. لكن كمان أنا بقول في ذكاء طبيعي، يعني إسرائيلي صار أذكى، هو مش الذكاء الاصطناعي، هو كشخص كعقل عم بيدير التخريب صار أذكى بالتخريب، إنه صار بيعرف إنه أنا بضرب هدف واضح لحزب الله، ما بيقوم رأي عام علي لا عربي ولا دولي ولا 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 لبناني. وهذا اللي ما تعلمناه. إذا بدي أضرب هدف بيجوني بحذر السيارة اللي قدامي والسيارة اللي وراء وبحيدهم ووقفهم، وعندي قدرة حتى على قطع الاتصال إذا السيارة ماشي وراء وتبليغها وإعلامها بالخطر الداهم، حتى أعمل هدفي 100% حزب الله ما يكون عم يتضرر لبنانيين آخرين. هيدا الذكاء الطبيعي المسنود أو المستند إلى ذكاء اصطناعي مع ميلونج قوي كتير بيناتهم، عم بيخلي إنه الحرب صارت حكما بين فريق حزب الله والإسرائيلي، واللبنانيين الآخرين صاروا بيعتبروا حالهم تقريبا محيدين. بيشعر يعني أنت عم تتخيلي ملا مشهد سوريالي، إنه بتشوفي غارات على حي السلم على بير العبد على 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 والمطار طيارة عم تغطوا طيارة عم تطلع. هيدي من يومين شيء، الله يحمي المطار والله يحمي الناس والله يحمي الطيران والله يحمي الميدل إيست والله يعطي ألف عافية لإدارة المطار. لكن المشهد مشهد يعني مرعب. إذا بتعملي عنه فيلم ما حدا بيصدق إنه في طيارة بالجو عم تقصف أهداف بعيدة 50 متر وستين متر، يعني في قرط حسن بعيد 50 متر يمكن عن حرم المطار، وفي طيارة عم تغط بنفس الوقت. هيدا شيء بكل دول العالم ما بعتقد صار، إنه جرأة الميدل إيست على الاستمرار، قدرة حزب الله على زج لبنان بهيك مطرح خطير، وقدرة إسرائيل على يعني اختيار الهدف من دون إزاء الأهداف أخرى، يعني بتعمل بوجه نقمة شعبية أو نقمة عالمية بركي، لأنه أنت عم تتخيلي جسر جوي سعودي عم يستعمل المطار والإسرائيل عم يقصف أهداف حد المطار، جسر جوي إماراتي والإسرائيل عم يقصف حده، آموس جاي يعني آموس يعني مندوب أو ممثل الولايات المتحدة الأمريكية جاي طيارته على بيروت والإسرائيلي عم يقصف على حفتها على جنبها بعيد أمطار قليلة. هيدا بعتقد أنا هيدي لوحده هيدي الخبرية أو هيدا المشهد لازم ينعمل عنه فيلم. يعني كتير حلوة هالمشهدية وهالصورة، مش حلوة مؤلمة جدا، لا مش حلوة، بس يعني حلوة كيف فنتها أستاذ بشارة يعني بهالتسلسل. ولكن هناك للأسف من يعتبر أنه اللي اليوم ليس مشاركا في هذه الحرب ضد إسرائيل هو مخون، هو عميل، هو مستهتر، يصفون الآخر بصهاينة الداخل. كيف بتردوا على هالموضوع؟ هيدا مريض وهيدا يروح يدق راسه بالحيط ما إله دواء. اللي بيعتبر إنه أنا لما حذرته ما يفوت بحرب وفات فيها ودمر البلد وبدو يعتبر إذا أنا قلت آي بكون أنا صهيوني الداخل، هيدا مريض نفسي ما إله علاج يدق راسه بالحيط. اليوم أيضا يعني الموقف الإيراني اللي صدر مؤخراً وهو مؤسف جداً بالتدخل المباشر وخلينا نقول الوقح في الداخل اللبناني، كمان هناك رد آخر من الرئيس مئاتي بيوصف أنه بيكفي عواطف من إيران إلى لبنان. يعني ليش برأيك تغيرت نمطية أو إجابة الرئيس مئاتي في هذا التوقيت لأنه تحديداً؟ شاعر بمسؤولية السكوت، شاعر دولة الرئيس نجيب مئاتي من وجه له تحية، يشعر اليوم بصقل السكوت عن تجاوزات إيران. برجع بقلك أتت متأخرة أفضل من أن لا تأتي، لكن باليوم الأول بـ8 أكتوبر عندما أعلن حزب الله حرب الإشغال أو حرب المساندة أو فتح الجبهة اللبنانية لمساندة غزة، خرج دولة الرئيس نجيب مئاتي ليقول أنا ما خصني حرب وسلم مش عندي. حتى بوقتها أنا كنت بتمنى إنه يتاخد هيدا الموقف، كنا بعتقد أنا كنا ما عم نلومه عم نقله يا ريتك عملت، كنا بالقليلة أخذنا موقف رسمي باتجاه صح، لأنه المعارضة كانت هيك عم تحكي يا ريت حكي المعارضة وقت ذاك، بالقليلة كنا يعني على القليلة كنا منقول اللهم
أشهد أني قد بلغت. يمكن يعني تزبط يمكن ما تزبط، بس كان صوت لبنان الرسمي طلع من اليوم الأول رافض. هيدا المطلوب، يعني هذا هو السؤال اليوم. اليوم بالحرف الواحد يقول الرئيس ميقاتي للإيرانيين خففوا عواطف تجاه لبنان. لا، لازم يقول لهم إيدك عن لبنان. هيدي في غنية بتقول إيدك عن لبنان، لأنه اليوم مش أول مرة بيعملها الإيراني. الإيراني مش 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 بغزة صار هيك، ومش من بعد حرب الإشغال، كل عمره الإيراني هيك. الإيراني من 5 سنين طلع يقول إيران ليست إيران، إيران هي بغداد، وإيران هي صنعاء، وإيران هي دمشق، وإيران هي بيروت، وإيران هي غزة. إيران لم تعد في إيران الجغرافية، هي إمبراطورية، وصار يعد العواصم يلي تحت الاحتلال الإيراني. لما سمينا هذا الوجود احتلال إيراني، قالوا فرجونا الجيش، وين في جيش إيراني؟ ما شفنا جيش إيراني. احتلال احتلال احتكار كل شيء. لقرار الحرب والسلم، السياسة، قصر بعبدة، المؤسسات الدستورية، كله معرقل من قبل هذا الاحتلال الإيراني اللي عنده أدوات لينفذ رغباته. كيف يكون الاحتلال غير أنه يقدر يعطل لك كل شيء ويمشيكي مثل ما هو بده؟ هيدا أبشع شيء ممكن، وجربنا نقاومه، وجربنا نوقف بوجهه، وجربنا نقول له لا. في ناس اعتبروا أنه هيدي الكلمة بركي كبيرة ومش بمحل. يكتشف اليوم من بعد ضربات متعددة لحزب الله، بيجر، أجهزة، السيد حسن، قيادات الصف الأول، قيادات الصف الثاني، قيادات حماس بلبنان، يكتشف اليوم أن الإيراني شمر عزنوده وقال لهم خلص إدارة الجبهة علي، ما بقى تعينه لا أمين عام ولا خليفته ولا خليفة خليفته، أنا بدير الجبهة. وهذا الواضح، هذا أكبر دليل، أكبر دليل أنه اللي كان مخبى للبعض هو كان واضح الإيراني تجاهنا نحن على الأقل كمعارضة، كنا عارفين أنه هيدا هو التوجه. باقي الناس اللي كانوا عم بيطبطبوا له لحزب الله ويقولوا لا مش مزبوط، وين الاحتلال؟ تبين بالملموس أن إيران أعلنت على الملأ أنه هي تقود المعركة اليوم، وهذه الساحة الجنوبية أو الساحة اللبنانية ككل، بس تحديدا الجنوب لأنه هي مسرح العمليات، هذه ساحة إيرانية متقدمة ليس فقط لمواجهة الإسرائيلي بقدر ما هي ساحة للتفاوض بالنار ريثما تنجلي العملية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو الخطر. الإيراني حاضر بكل لحظة يبيع ويشتري بالموضوع اللبناني حتى ينقذ نفسه من ضربة إسرائيلية محتملة بالعمق الإيراني، قد تكون نووي وقد تكون أهداف بعد أغلى من النووي. يعني أستاذ بشارة، كما تفضلت اليوم، بعد كل ما حصل عم نرجع نشوف وكأنه يعني حزب الله متمسك صار مؤخرا بتطبيق قرار 1701، إسرائيل تطلب التسوية السياسية عبر اليونيفيل داخل لبنان، كيف أيضا بتفند هذا المشهد؟ إسرائيل تطلب شرعنة احتلالها للبنان. يعني إسرائيل عم تطلب اللي طلبته سوريا سنة 90، واللي طلبوه الفرنسيين قبل 1943. هذا شبه من يعني نوع من أنواع الاحتلال عمليا، ولا يمكن لأي لبناني القبول فيه. هلأ بيجي بالقوة، القوة غير شيء، منواجهه بالدبلوماسية، منواجهه بسلطة متماسكة، منواجهه بصوت لبنان الرسمي بالمحافل الدولية حكما، ويمكن نواجهه بالعسكر إذا قرر الجيش اللبناني يقوم بواجبه. لكن انه سكوت عن هذا الاحتلال، لا، اللي سكت عن السوري بيسكت عنه، واللي سكت عن الانتداب الفرنسي بيسكت عنه، واللي سكت عن اي احتلال بمن فيهم الايراني بيسكت عنه، هيدا منه مقبول. مع كل اللي عم يصير، هل سنشهد على انتخاب رئيس الجمهورية تحت أن النار؟ انا ما اقول هل كلمة هل، يعني لانه في حمالة اوجه نعم او لا، وخمسين بخمسين. انا بقول يجب ان نسخر كل القوى لاستخراج الرئاسة من فم التنين الإيراني، وأن لا تكون يعني في فم التنين الأمريكي، يعني مثل بعضهم، يعني لا شخصية، لا هيدا مقبول ولا هيداك مقبول. يعني عمليا اللي بيرفض أنه الإيراني يسميه له رئيسه، حكما ما رح يقبل أنه الإسرائيلي عبر الأمريكي يسميه له رئيسه، لا هيدا مقبول ولا هيداك مقبول. رئيس لبنان لازم يكون الرئيس المهم. وقت اللي بنحكي برئيس توافقي لا يعني بتاتا انه شرابة خرج مثل ما بيصوروه البعض،
او بيون او 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 كل الكل بيصحصحوله والكل بيعرف شو اكتافه، يعني بصيروا يطلعوا خبرات، او يعني هاو الكذابين تبع التلفزيونات بصيروا يخترعوا صفات سيئه للرئيس التوافقي. التوافقي هو انه الرئيس اليوم اللي جاي ينفذ مهمه تخدم جميع اللبنانيين من دون تغليب اي مصلحه على المصلحه اللبنانيه العليا. التوافقي هو الرئيس الذي بيحلف يمين على الدستور وما بيمشي الا ما يطلبه الدستور. الرئيس التوافقي هو الرئيس الحكم القادر على اداره البلاد خير اداره وعلى انقاذ البلاد من هذا العبث اللي هي فيه. الرئيس التوافقي صاحب المهم اليوم هو الراس الذي سيكون على راس حكومه من الأكفاء، رأس حكومة تشبه الرئيس، يعني بدنا رئيس توافقي وحكومة على صورة الرئيس ومثاله، ووزراء على صورة الحكومة ككل وعلى صورة رئيس الجمهورية، حكومة إنقاذية، رئيس إنقاذي عنده المهمة تعلو أو تعلي شأن الدستور ولا يعلو شيء على الدستور. هذا الإنقاذ اللي عم نحكي عنه، بريزيدون دو ميسيون، الرئيس المهمة. واليوم في أسماء وما أحوجنا إلى هذا الرئيس. ما بحب الدخول بالأسماء وما شغلتي، بس موجودة هيدي الأسماء، بس ما فينا نصور إنه كل الكون يتمحور حول شخص واحد، وهذا الشخص يتبين إنه عنده أزمة مع 3-4 كتل وبده تعديل دستوري. مع احترامنا لشخصه، عم نحكي عن قائد الجيش، مع احترامنا لشخصه، مع احترامنا الكبير 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 وثلاث مرات كبير للمؤسسة العسكرية، إذا كان هيدا الترشيح بده يعمل مشكلة دستورية ومن ثم بده يعمل مشكلة مع الكتل تتعرقل للولاية الرئاسية، ويحس فريق غير من دون فريق آخر إنه إجت العملية بالقوة وبالسلق، بيتعطل العهد. ما راح نقول بيخرب البلد دمار وهودي تحصيل حاصل صاروا، بيتعطل العهد بالسياسة، ساعتها بصير في ناس بدها تعرقل وبدها تحط عصي بدولي. اليوم المطلوب الرئيس الإنقاذي اللي كل القوى بلبنان ممثلة بالمجلس أو مش ممثلة بالمجلس حتى تحس إنه في يعني جزء منا بهيدا الرئيس، حتى يكون مشروع إنقاذ وطن يقدر يسيسر البلد، يكون بيعرف بدك رئيس يكون مختبر الأرض وبيعرف بالإدارة في مواصفات معينة مش موجودة عند كل الناس لكن موجودة عند كتار من اللي مطروحة أساميهم. نعم، يعني ذكرت يعني اليوم يعني مش رح أقول اعتراضك على انتخاب قائد الجيش. أنا توصيفي، أنا ولكن الزلمة لا نعم. طولي بالك طولي لا حتى ما نفهم غلط، ما عندي شيء ضد شخص. لا عم نحكي عن تطبيق الدستور. أنا عم وصف واقع في مادة 49 من الدستور اللبناني يلزمها تعديل. إذا ما تعدلت هيدي المادة بدك تنطي فوقها، لما بدك تنطي فوقها بدك تجيب إجماع نيابي ما بعده إجماع، كما حصل سنة 2008 عند انتخاب العماد قائد الجيش ميشيل سليمان، 122 نائب اجتمعوا تحت سقف المجلس عطوه 118 نعم، ولا حدا حط أي اسم غير اسمه، العشر أصوات كانوا ورقة بيضاء بطريقة أنه كانوا ما بدوا يشاركوا بعملية انتخابية من دون تعديل دستور. هيدا الظرف إذا عم يستنسخوا منه لهلا ليسقطوه على الحالة الحالية ما بيسقط، لأنه مختلف كليا، ما كان في ولا كتلة معارضة، اليوم في 3-4 كتل معارضة، ما كان في نواب مستقلين معارضين، اليوم في نواب مستقلين عم بيقولوا نحن ما بدنا نضرب المادة 49 ولا بدنا نضرب الدستور. كان في يعني عدم وجود أي مشكلة، اليوم في عدد من المشاكل، في ناس مستعدة تطعم بالعملية الانتخابية. هالقد شو بدك شو بيقولوا التلفزيونات؟ نعم. وشو بيقولوا على التلفزيونات اللي عم يطلعوا، لأنه بيعتبروا حالهم جزء من تبييض الوجه، بركة بتكسبهم حصة بعدين بالعهد الجاي. أنا برأيي هيدا كله دجل وهيدا كله تفشيط وهيدا كله تفشيخ. بدك تعرفي شو عم ينحكى بالكواليس، بالكواليس في أزمة إذا رحنا على خيار فريق على آخر، إذا جبنا فرنجية بالرغم من إرادة الفريق الآخر في مشكلة، وإذا جبنا قائد الجيش بالرغم من إرادة فريق آخر كمان عندنا مشكلة. اليوم ما بيحتمل الوضع أنك تروحي على أنصاف حلول، بدك تروحي على حل كامل متكامل يكمن في الإتيان برئيس توافقي لكن صاحب قرار وصاحب مهمة يعرف ينفذها مع مجلس وزراء محترم على صورته ومثاله، مع رئيس مجلس وزراء بيشبه كلنا عم نحكي عن الرئيس. ليش ما بنروح على رئيس مجلس الوزراء؟ ليش ما بنروح نحدد مواصفات رئيس مجلس الوزراء يلي النواب بدهم يسموه عند رئيس الجمهورية؟ أيضا هذا الرجل يجب أن يكون
على على صورة لبنان، لبنان يعني لا شرق ولا غرب، لبنان المحيد عن صراعات، لبنان أولا كما قلنا جميعا ب 14 أذار 2005. لذلك أنا بقول الإنقاذ ممكن، لكن بعيدا عن التكتكات والنكيات اليومية. استاذ بشارة، يعني بعيدا عن ملف الانتخابات الرئاسية، يعني بنعرف بشكل عام هيك قراءتك لزيارة هوكشتاين إلى لبنان وهو يتفاوض مع الأفرقاء اللبنانيين، خلينا نقول بالنار وتحت النار، ويعني بينحكى اليوم أنه يعني عن الصيغة يلي قدمها أو مقترحها هي لتعديل 17-01. سجل علي من هلأ رانيا، لن تقدم ولن تؤخر، ورح تعقد الحل أكثر ما تنجحوا. والأمريكي اليوم عم يعتبر من قبل كتار صار طرف وطرف أساسي، لأنه صار عم يشتغل انتخابات. يعني فتنا بأسبوع الانتخابات الرئاسية بأمريكا، وآموس يعتبر ممثل للإدارة الحالية، إدارة جو بايدن، التي تحاول أن تجد ثغرات لخدمة مشروع كاملا هاريس المتعسر بالأرقام أمام الرئيس السابق دونالد ترامب. لذلك اليوم حركة آموس منا حركة لخدمة لبنان، على الأقل هيك عم بشوف الرأي ما رح يكون فيها بركة، حركة لخدمة المرشحة الديمقراطية، مرشحة إيران في الولايات المتحدة الأمريكية. بس اليوم عم بينعلن عن موقف أمريكا برغبتها وقف إطلاق النار ببيروت أو بلبنان. صار الكل قبل 25 صار التاني. الكل مفضل هيك عم شوف أنا، صار الكل مفضل أنه ينطر نتيجة الانتخابات الرئاسية ويتعاطى مع الإدارة الجديدة أيا تكون. أستاذ بشارة خير الله، أنا بدي أشكرك على كل هالمعلومات القيمة، إن شاء الله على أمل اللقاءات المقبلة دايما بكل حرية نحن وياك. أهلا أهلا، شكرا. شكرا لكم مشاهدي الفضائية سرويو تي في، مستمعين عبر راديو سرويو أف أم، ومتابعي صفحة سرويو تي في لبنان. إلى اللقاء دايما نحن وياكم بالأسبوع المقبل بكل حرية.